اليوم خالتي ومضاري جاي عندنا عشان اقول لك ان اخيتك مات. من متى تشوف ضاري؟ اشوفه من زمان. مات يعني من السينما. انا صح اشوف ضاري بس في الحلم والنايم. ابكيته ولا طلعوها؟ شلون؟ انا لو مكانهم كان عطيتها معدل. تعرف شنو يعني امي بالطب النفسي؟ جوز ما راح تطلعين يعني ما راح تطلعين. هي اكيد كانت ناويه تذبح. وانا كل واحد فيهم مصاب. بيننا وبين امها شركه هبه شركه. تخيل الوالده قبل فتره كلمتني علشان امي تعيش بالمستشفى. وانا رايلك شو من حقي اني امنعك؟ تمنعني اذا امي كانت تعيش. من حقها انها تزور امها. اختي مصاب واختي مصاب وهذا مصاب. نسيتهم قلت لنا امشوا معي برا. شوف رفيجي ضاري قاعد بالسيارة. طلعنا وما لقينا احد. راح ما ادري عنه. طلعت برا ما لقيته بالسياره. خلاص شيل الاوهام هذه من راسك. هذه ما اوهام. اصلا ابيهم يعيشون بنفس الوهم لان انا ما راح اشوف احد فيهم. ليش بس انت اللي تشوفه؟ ليش انا ما اشوفه؟ حسبي الله عليك حسبي الله عليك انت وامك. فيصل يدور اي عذر علشان يمد ايده علي. انت عمرك ما راح تفهم. انت ايش فيك؟ لا تهنني. ظفر سليمان يسواه. انت مفنش من الشركه. يلا يلا اطلع برا. أطالعها وبحسرة، لكن حسرتي مو عليها، حسرتي على الحلال اللي راح حق سليمان بدل ما يكون لي. شو تعرف اسمي؟ الأبيض حلو عليك. سوت شيء غلط. لا سجل كلامي سعود. اخوك بطل رفع عن ديرته ومات شهيد. مات شهيد. هي قالت لي انها ما راح تتزوج عند ابوها. وانت ليش نايمه هني؟ اكيد ما تبي. ايش ناوي عليك؟ تبي تعزل على القضيه ببلاش؟ كان رايي يا ماما. باي. يقولوا لي وهم. بس يوم واحد. بس يوم واحد تقعد معي. تعالي معي. أمي ما تدري طالع من البيت. أكيد قاعد أدور. ضاري حي. ضاري ماما. بطلب الشرطة يسحبونك. أنا دائما ما أدري.